سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم جيت نصيب انا وياكم واحد الكريم كيبيض البشره وكيصفيها وكيقلل من التجاعيد وكيعطيها نضاره. هذا الكريم تيتكون من الخيار، كنشدوه كنحكوه كنصفيوه وكنحصلو على هذا العصير ديال الخيار. كنحتاجو الحليب بودر، وكنحتاجو الماء الورد، وعصير ديال الخيار، والنشا الذرة. كناخدو شي حاجة اللي نحطوها على النار بحال مقلة ولا كسرونة، ولا كناخدو عصير ديال الخيار، كنزيدو عليه معلقة كبيرة ديال ماء الورد، وكنزيدو معلقة كبيرة ديال الحليب مجفف، وكنزيدو عليهم معلقة عامرة ديال النشا الذرة، معلقة كبيرة تاهي. كنخلطو هادشي كامل، نحطوه مزيان وكنردوه يطيب على النار. كنحطوها على النار بحال هكا، تنبقاو نحركوها حتى تتجانس لينا الخليط وكيتقال، من بعد ما تيتقال كنبداو نحركو هكا حتى يتقال لينا الخليط بحال هكايا، وتنحيدوه من فوق النار. من بعد ما تنحيدوه من فوق النار كنجيبو شي زلافة كنحطوه فيها، من بعد ما تتبرد لينا مزيان كنزيدو عليها فيتامين او قطرات، كنزيدو عليها شويه ديال زيت جنجلان، معروف زيت الجنجلان تيرطب وكيبيض. تنزيدو عليها زيت افوكا، حتى هو معروف كيبيض وكيرطب. هاد الكريمة زوينة في التبييض والترطيب للبشرة، كتقلل من التجاعيد. كنشدو شي علبة بحال هكا وكنخويو هاد الخليط هذا، ومن بعد نكونو غاسلين البشرة ديالنا نقية كنشدو شوية ديال هاد الكريم
وكندهنو على الوجه ديالنا والعنق ديالنا. وكنخليوه نص ساعة على البشرة ديالنا. كنغسلوه بالماء بارد، واللي بغى يغسل بالماء دافي يغسلوه بالماء دافي. هاد الماسكرا زوين، كيبيض وكيرطب وكينقي البشرة. كنصحكم تجربوه وتردوا عليا في التعاليق. شكرا على التتبع ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد. بسلامة.